تناقشهم امرأة غير معجبة، ويرى الشباب ويرى الفتيات هذا الشيخ الكبير لا ينكر هذا المنكر، وعلى ذلك يترسخ في أذهانهم أن هذا جائز، ولو لم يكن جائزا لا أنكر هذا العالم ما يراه، ولنا تجربة في ذلك. لو أن العلماء تمسكوا بألا يظهروا أمام الناس وهم يناقشوها امرأة عارية لكان الأمر غير ما نرى. ثم إذا لم يستطع المرء أن ينكر بلسانه فلا أقل من أن ينكر بقلبه، ومعنى ينكر بقلبه ألا يدخل نفسه في مضمار هذا المنكر بأي طريق من الطرق، بمعنى أنه لا يجلس أمام امرأته أو ينظر إليها بدون غض البصر، أو يمنع أولاده من أن يرى المنكر عيانا بيانا في جميع القنوات الفضائية وقنوات الدولة المسلمة التي شرع فيها العري والرأس والإيمان وكل أنواع الاستماع لأوامر ديننا وقيم هذا الدين. أين هذا الإنكار؟ في الشارع، في الصحف، في الإذاعات، في وسائل الإعلام كلها، والشريمة تنهج وترى كل هذا والآباء لا ينكرون. فالنتيجة أن هذا كله جائز، وأن ما يقرأونه في كتاب الله وفي سنة رسوله قد أُحيل إلى المعاش، وأصبحت هذه الأوامر في عصر سابق، وأصبحنا نسمع من أولئك الذين تبدلوا على تلك المناهج الغربية نراهم يفتون في الدين، ونراهم كذلك يقولون بإذن الظهير إننا في القرن 21 ولسنا في قرن الجمال والخيام، ومع ذلك أنهم ينكرون استمرار هذا الدين وصلاحيته لكل جيل ولكل زمان. وتلك مصيبة، لو دققنا فيها لوصلنا إلى إنكار هذا الدين. نسمع هذا كثيرا ولا ننكر، ونرى أن الإنكار في ذلك قد يكون له آثار ضارة، ولا خوف من الناس ولا نخاف من الله، مع أن القرآن يشترط لمن يبلغ دين الله ألا يخاف بالله لومة لائم، وألا يخشى الناس، فالله أحق أن تخشاه. هذا ما تحدث به القرآن إلى نبي الأمة، ونحن نوجه هذا إلى كل فرد في الأمة، وبالخاصة نجيب العلماء والدعاة، ألا نخشى بالله لومة لائم، وألا نبيع ديننا بعرض من الدنيا، وعرض الدنيا مورد الشيطان يزينه
فمن الله